السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من One Hour Networking. أول شيء طبعا راح نقوم بتوصيل الشبكة. فأنا اخترت إنه 00 ل 00, 10 ل 10, 00 ل 00, 10 ل 10. الآن نختار مثلا 1 2. يعني هو أفضل شيء إنك تختار يعني نفس الترقيم, فما بتغلب في الإعدادات, وخاصة لما بيكون الرقمين متتابعات. لما تعمل انترفيس جروب يعني بالكونفيجريشن أسهل لك ما إنك تختار انترفيس انترفيس. 10 10 11 لا 11. نفس الشيء هون 11 11 10 10. هاي الحالة انت هيك بتكون قمت بتوصيل السويتشز مع بعض. نعملهم اون كلياتهم مع بعض, ما في مشكلة. علشان انت يعني تكون عارف ايش اللي الانترفيس اللي احنا حاليا بنعمل عليه. الان بما ان يعني عملنا هاي الشبكة, طبعا السبانينج تري مباشرة راح تعمل. ليش؟ لانه احنا في عنا ريدندنسي, في عنا تكرار, في عنا يعني مبدئيا لو نشوف انه نفس اللينك اصلا موجود منه لينكين, فشيء طبيعي انه يكون عنا تكرار. لكن السبانينج تري راح تعمل دورها, وراح نشوف كيف انها راح تعمل دورها. فما راح يعني نتغلب, راح نشوف لو حكينا شو سبانينج تري بريف بريدج شو سبانينج تري ديتيل مثلا او سمري. فاحنا بنقول انه اكستند سيستم از رانينج بي في اس تي بير فيلان سبانينج تري. طبعا هذا روت بريدج فور فيلان 1, او هي يعني احنا حاليا على روت بريدج. لو حكينا شو فيلان او شو سبانينج تري روت, سبانينج تري روت اللي هو روت اي دي هياته, لكن اللي روت ديتيل ف ذس بريدج از ذا روت. هذا هو البريدج الرئيسي او البريدج, يعني احنا على ديسترو او ديستريبيوشن سويتش 1, وهو الروت بريدج لكل يعني العملية. لو إنا دخلنا يعني على ديستريبيوشن 2 وحكينا له طبعا انيبل شو سبانينج تري روت ديتيل, فهو بيحكي لي هون يعني ما بيحكي لي انا الروت, لكن هو بهاي الحاله راح يحكي لي انه الروت هو صاحب الماك ادرس. نتفرج نشوف اذا هو بيحكي لي انه صاحب الماك ادرس هذا هو الروت, فهل هو نفسه هذا؟ طبعا نعم, اي اي بي بي سي سي صفرين واخر شيء 100 100, فمعناته كلامه مزبوط, هذا هو الروت. وكمان لازم نفس النتيجه تكون موجودة على يعني السويتشز الثانيين. لو حاليا حكيت كونسول على هذا وحكيت له شو سبانينج تري
root detail فنفس الشيء نفس القيمة للروت بريدج. حاليا راح ننتقل لآخر واحد وراح لازم تكون عندنا نفس لأنه مش ممكن يكون عندك اثنين روت بنفس الشبكة أو إذا كان عندك اثنين روت معناته في عندك إشي خطأ بالشبكة تبعك. فهيك احنا شايفين انه نفس الشيء معناته كل امورنا تمام. الان بما انه احنا في عندنا روت واحد معناته لازم لو حكينا له الان show spanning tree او show spanning tree interface ethernet بدنا نشوف لا هو كلهم الايثرنت بما ان احنا شغالين على الروت لازم يكونوا لازم يكونوا في وضعية الاون. فلو حكيت له show spanning tree راح تشوف انه كل البورتس تبعاته designated معناته يعني انه هدول بودوا كيف متى بحط السويتش البورتس تبعاته designated لما بيكون عارف الطريق للروت او بيكونوا هم بودوا للروت. بما انه هو الروت فمعناته كل البورت تبعونه designated. كمان في لو حكيت له show spanning tree active طبعا هون كمان نفس الشيء forwarding كل الانترفيسز تبعته في حالة الفوروردينج. بينما يعني لو حكيت نفس العملية هون show spanning tree show spanning tree show spanning tree احنا active فهون راح تشوف انه في اشي forwarding وفي اشي blocking يعني هون في عنا blocking بينما احنا عنا هون على الروت بريدج كلياتهم forwarding بينما هون عندنا blocking اكيد طبعا المسؤول عن عملية blocking اللي هو spanning tree وكمان هون show spanning tree active فراح تشوف هون انه في عندك blocking في عندك forwarding وهكذا. لكن احنا حاليا صارت عندنا مشكلة رئيسية انه احنا عنا اثنين لينكس يعني في عنا مهدور بالشبكة بشكل كبير بينما احنا بنقدر نستخدم خاصية اضيفت على الاسبانينج تري بتحللنا مشكلة وبنفس الوقت بتضيف لنا مزيد من يعني المرونة ومزيد من الكفاءة اللي هي بورت شانل. فالبورت شانل او الايثر شانل بتعمل بندل فبيبينوا هذول الاثنين بالنسبة للسويتش كأنهم عبارة عن يعني عن عن لينك واحد. لكن قبل ما ننتقل لموضوع الايثر شانل والسبانينج تري كونفيجريشن نتحدث على الفيلان ترانكينج بروتوكول. الفيلان ترانك الفي تي بي اللي هو حكيت له شو في تي بي ستاتس ستاتس هون طبعا بحكي لي اول شيء شو الفيرجن الكابابل انه يشتغل عليها اللي هي من 1 لـ 3 في تي بي دومين نيم ما في في تي بي دومين احنا بنقدر نحط مجموعه من السويتشز بنفس الدومين بروننج مود ديسيبلد يعني اذا في شيء علشان ما يضل ينتقل بيانات للشبكه بينما هي مش بحاجه لها بنشغل بروننج يعني اللي هو تشذيب الاطراف عمليه بروننج فبنفس الشيء احنا قادرين على استخدامها في الشبكه. بالنسبه للديفايس اي دي بما انه هو الروت راح نشوف هاي هو ديفايس اي دي اللي هو الماك ادرس تبع السويتش الفيزيكال ديفايس
طبعا فيتشر فيلان سيرفر هون اللي احنا بدنا اياه الاوبريتنج مود. السيرفر هو طبعا كل السويتشز بشكل طبيعي او اول ما تعمل بعملية السيرفر فكلهم بيكونوا سيرفر. حاليا يعني لما يكون ما في عندك كونفيجريشن على السويتش بيكون عندك 5 فيلان اللي احنا عرفنا انهم ستاندرد هذولا من الاي تريبل اي والاشياء هاي. ماكسيمم فيلان سبورتد لوكالي داخل السويتش 1005. لو دخلنا على جلوبال كونفيجريشن مود حكينا في تي بي بعدين هون طبعا نقدر نحط دومين مثلا دومين ايش الدومين مثلا خلينا نسميه لاب تمام. طبعا نقله من نال للاب. لو شفت هون مباشرة اخرج لي انه في عندي مشكلة بحكي لي switch vlan 4 vtp user notification vtp protocol user notification md5 checksum mismatch. فانا علشان احل هذا الشيء احنا شايفين انه هون لما كنا شغالين هاي md5 digest تغيرت فصار عندك mismatch. بينما انا هنا بدي ادخل واحكي له انه هذا vtp مود راح يكون السيرفر تبعي بما انه هو الروت الافضل شيء ان نحطه السيرفر. وكمان نفس الشيء vtp بقدر كمان اعمل باسورد علشان لما واحد يجيب سويتش من عنده من البيت بطريقه مقصوده لتخريب الشبكه تبعي او علشان يعني اذا في حدا بطريقه غير مقصوده ما يكون قادر. فانا كمان بقدر احط باسورد مثلا 123123. فطبعا هيك طبعا VTP كمان بالنسبة للفيرجن فيرجن في عنا من 1 لـ 3. يعني احنا شفنا هنا انه هو بيعمل على او حاليا يعمل على فيرجن 1. يعني يفضل انك تنقلها لفيرجن 2 لكن انت كمان بتقدر لفيرجن 3. فيرجن 3 متقدمة مش راح نحتاجها لكن انه فيرجن 2 حاليا. هون طبعا بالنسبة للسيرفر احنا الفيلان ترانكين بروتوكول حاليا انهينا عليها. ننتقل ل اللي بعده طبعا كونفيجر تيرمينال في تي بي مود. هنا بما ان وضعنا 1 سيرفر معناته هذا لازم يكون شو بوضع مود كلاينت. وطبعا هيك صار كلاينت كمان في تي بي باسورد 123123. طبعا هاي للي بيحب يستخدم الفي تي بي. الفي تي بي حاليا يعني انقرض بس لكن اذا حبيت تعرف عن الفي تي بي فهذا هو الفي تي بي في تي بي دومين لاب. يعني هذه كل الاعدادات اللي انت بتحتاجها للفي تي بي. يعني واحد سيرفر والثاني كلاينت. ف configure terminal vtp mood client vtp domain lab و vtp password 123123. الان بيبقى عنا اللي هي اخر switch اللي هي بدك تحكي له VTP password 123123 VTP mood client و VTP VTP mood client VTP domain lab. بيبقى لدينا احنا وضعنا لاب VTP client VTP
مود لاب باسورد وكلاينت. اذا يعني احنا بهاي الحالة يعني بنقدر نقول انه يعني انهينا العملية بشكل كامل، لكن بيبقى عنا شيء واحد اللي انه لازم اول شيء يعني VTP not necessary. اثنين configure trunk بس هذا هو not necessary. Not necessary يعني بس هذا هو يعني اهم شيء تعرفه انه ال VTP مش اشي يعني مهم حاليا وما بيركزوا عليه، مش شيء اساسي. انت بتقدر تعمل configuration ال VTP بيهتموا فيه علشان او الهدف الرئيسي منه علشان يعمل لك يعني VTP بسموها VLAN database replication. بيعمل replication لكل السويتشز موجودات، لكن اذا بدك تعمل له يعني لازم انك تعمل trunking ما بيناتهم علشان تحصل على best efficiency او يعني هذا الامر. يعني اتوقع حاليا هيك يعني معظم الاشياء حالي، بس يعني اتوقع انه يعني بس شو مثلا VTP status راح تشوف انه هنا في عندك تغير الامور، صارت يعني version 2 local updater no valid interface found. configuration شايفين انه هون revision 1، بينما انا لو دخلت هنا وحكيت لهم مثلا show VTP يبدو انه انتم مش شايفين VTP status، فهنا طبعا client و configuration revision. كيف احدث الconfiguration؟ بدخل على configuration revision بتحكي عن الاعدادات، فانا حاليا لو دخلت هون حكيت له VLAN 10 حكيت له exit وكمان exit طبعا، وحاليا لو حكيت له VLAN status صار configuration revision 2. فكلهم بس شوف configuration revision 2 راح يشوف انه يعني يعني راح ينتقل الكونفيجريشن للأمور الثانية. فبس أنا شو VTP status فهون راح نشوف مباشرة إنه صار عندك 6 configuration. فلو حكيت له شو مثلا VLAN brief راح تشوف هنا انه صار في عندك VLAN مباشرة انتقلت للسويتش الثاني بدون ما انت تعملها creation على السويتش الثاني.
في كمان يعني هاي اغلب الامور، لكن يعني احنا شفنا طبعا بدك تعمل configuration between switches. ليش؟ لانه يعني to carry VLAN traffic. لأنه ال VTP هو عبارة عن مش VLAN، هو مش الترانكينج، مش بيعمل ترانك، لكن هو بنقل المعلومات عن ال VLANs. فعلشان انت تكون قادر علشان تعمل يعني تعمل ترانكينج ما بين يعني الفيلان اللي تم اضافتها زي الفيلان 10، فانت بحاجة انك تعمل ترانكس وتنقل هاي الامور. شو فمنشوف هون احنا عندنا فيلان 10. شكرا لاستماعكم والسلام عليكم.